السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصف السادس الابتدائي 2025 ترم أول، رجعت لكم بفيديو جديد، والنهاردة هنحل اختبارات أو التدريبات اللي موجودة على يونت 1 الوحدة الأولى اللي بعنوان Green Cities المدن الخضراء بيدج، أو صفحة كام في المعاصر يا مس، صفحة 52، صفحة 52. سنة ستة الحلوين، اللي لسه ما شاركش في القناة فعل زر الجرس ينزل يشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا سنة ستة. شارك الفيديو مع أصدقائك عشان هم كمان يستفيدوا، دعمنا وحط لايك عشان نقدر نكمل. طيب احنا هنعمل ايه في الفيديو ده يا مس؟ هنحل تيست 1 الاختبار الأولاني، وتيست 2 الاختبار الثاني، والاختبارات الخاصة بالأزهر الشريف. طبعا الفيديوهات السابقة الدروس كلها مشروحة ومحلولة على قائمة تشغيل الصف السادس الابتدائي 2025 ترم أول، سواء نسخة كتاب المعاصر اللي أنا بحل فيه النهاردة أو نسخة كتاب الجيم الناس اللي معاهم الجيم. أي حاجة محتاجة عن طريق صفحة الفيسبوك مس أسماء هتلاقيها في الوصف، هتلاقي كمان ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل في الوصف. نبدأ سريع عشان ما نضيعش وقتنا يا سنة ستة. بيقول لك السؤال الأولاني في الورقة بتاعة الامتحان بيكون عامل ازاي؟ بيبقى listen استماع and circle وحط دايرة على the correct answer الإجابة الصحيحة من A و B و C و D. تعالى كده نقرأ نص الاستماع، واحنا بنقرأ نص الاستماع بنقدر نحل الأربع جمل اللي أنت شايفهم قدامك دلوقتي. نقرأ على طول ومنضيعش وقت ونشوف النص الاستماع بيقول ايه. أول حاجة بيقول نيويورك is very noisy all the time. نيويورك بتكون دوشة جدا طول الوقت. expensive غالي، quiet هادئ، noisy دوشة، وcalm هادئ. طبعا دي بعد كده نكمل. بيقول لك بات الكسندريه، لكن الاسكندريه is much quieter at night. لكن الاسكندريه بتكون اهدى فين؟ في الليل. In summer طبعا يا ولاد في الصيف. In October وفي أكتوبر. On Friday في الجمعة. There are lots of different نقط in New York. There are هنقول إن يوجد هناك lots of different restaurants مطاعم مختلفة. تعال نكمل. In New York and the food doesn't taste like the food at home. الطعام هناك مش زي الطعام اللي موجود في الوطن. I think أنا أعتقد the food tastes إن الطعام more delicious بيكون أكثر لذاذة in Egypt في مصر. More delicious. ده بالنسبة يا ولاد لنص الاستماع. بعد ما بنقرأه بنبدأ بقى نخش على حل الامتحان أو الاختبار الأولاني. There is nothing in the bag. مفيش حاجة فين؟ في الحقيبة. لا شيء يوجد في الحقيبة. It's بتكون far بعيدة. empty فارغة. silent صامت. colorful ملون. طبعا empty فارغ عشان مفيش فيها حاجة. every morning كل صباح I hear أنا بسمع the lovely sound صوت ها جميل ولا اسمين رائحة ولا link رابط ولا location موقع. طبعا sound. There is a knot line near my house but there aren't any trains using it now. في خط ايه قريب مني بس ما فيش اي قطارات بتستخدمه الان. رين ولا ريلواي ولا ريفل ولا اير. طبعا ريلواي خط سكة حديدية. They prefer هو بيفضل to eat natural and not food with no chemicals. ما يكونش في اي مواد كيميائية. هو بياكل ايه؟ organic حاجة عضوية وطبيعية. dirty متسخ، polluted اللي هي ملوث، bad سيء. نقرأ القطعة دي ونترجمها ونختار من الكلمات اللي قدامنا دي. volunteers اللي هو متطوعون. market سوق. tomorrow غدا. green أخضر. vegetables وخضروات. we need more community gardens احنا محتاجين الكثير من الحدائق المجتمعية. we have a community garden عندنا حديقة مجتمعية in our neighborhood في الحي بتاعنا. It is a big not space. It is a big green space يعني منطقة خضراء كبيرة. On the roof على السطح. Of an apartment block على يعني الشقة السكنية. The people الناس who work اللي بيعملوا هناك. There are all كلهم volunteers متطوعين. تمام. From the neighborhood من الحي. They grow هم بيزرعوا ايه بقى يا ولاد؟ vegetables خضروات. تمام. to eat عشان ياكلوها and sometimes واحيان زي sell them واحيان بيبيعوها in the market في السوق. تعالوا نكتبه. الإجابة وضحت قدامنا يا سنة ستة. نقرأ القطعة دي ونبدأ نحل التمرينات اللي جاية عليها. نقرأها ونترجمها. in a village في قرية there lives a giant عايش فيها عملاق who has a wonderful garden عنده حديقة رائعة. in his garden there في الحديقة دي بيوجد ايه؟ are tall trees أشجار طويلة. beautiful flowers وزهور جميلة and soft green grass وعشب أخضر ناعم.
There are colorful birds في طيور ملونة singing بتغني in the trees على الأشجار and the bees ونحل on the plants على النباتات. Every afternoon بعد كل ظهيرة on their way home from school في طريقهم من المدرسة يرجعهم من المدرسة the local children الأطفال المحليون come to play بيجوا عشان يلعبوا in the giant's garden في الحديقة العملاق. The lovely garden الحديقة الجميلة always makes the children happy دايما بتجعل الأطفال سعداء. But the selfish giant لكن العملاق الأناني doesn't want to share his garden مش عايز يشارك الحديقة بتاعته. So one day لكن في يوم من الأيام he builds a big wall بنى حائط كبير around it حول الحديقة. Now الآن the children الأطفال never come there ما عادش بيجوا to play عشان يلعبوا ها عشان يلعبوا فين في الحديقة. The days الأيام pass مرت and the garden والحديقة is always empty بقت فارغة and silent وصامتة. Slowly ببطء the green grass العشب الأخضر turns brown تحول لبني. The leaves الأوراق fall سقطت from the trees من الأشجار. Then snow like ثم الثلج covers غطى the garden الحديقة. And all the birds وكل الطيور and bees والنباتات سوري النحل fly away طار بعيد. تمام تعالوا نبدأ بقى نحل. بيقول لك ايه نقط is a good title for this story ايه هو العنوان المناسب لهذه القصة. The lovely village الحديقة الجميلة ولا the selfish giant طبعا the selfish giant العملاق الأناني. The underline الكلمة تحتها خط word lovely means بتعني ugly قبيح beautiful جميل noisy دوشة ولا hard طبعا بتعني جميل. بعد كده the giant العملاق is smart ذكي kind طيب selfish أناني poor طبعا selfish أناني. summarize لخص the first paragraph الباراجراف الأولاني في جملة واحدة. تعالى كده ناخد من القطعة عشان ما ايه ممكن نقول in a village في القرية there lives a giant عايش فيها عملاق لديه ايه حديقة رائعة. دي إجابة السؤال number 4 هناخدها زي ما هي كده ونكتبها فين يا سنة ستة نكتبها هنا. ده بالنسبة للتلخيص. What does the giant يعني ماذا العملاق دو بيفعل to stop children عشان يوقف الأطفال from coming into his garden عمل إيه عشان يوقف الأطفال؟ طبعا يا ولاد هو بنى سور he بس دي هتبقى capital he builds هو بنى a big wall around إيه around his garden يعني بدل it دي هنقول إيه his garden. تعال نكتب يبقى هو يا ولاد هو بنى a big wall حائطة around his garden حول حديقته طبعا مكان it نكتبها فين نكتبها هنا number 5 دي إجابة السؤال رقم 5. تعالوا نكمل يا سنة 6 طبعا احنا وصلنا لإيه وصلنا بقى للسؤال اللي هو في ترتيب الكلمات طبعا انا هرتبها لكم 1 2 3 انك انت في البيت تكتبها على هيئة جمل. How often تمام how often does he go cycling بعد كده we need to lock احنا محتاجين ان احنا ننظر after ان احنا look after يعني نعتني بأور ايه اولاد بلانتس بالنباتات بتاعتنا look after يعني نعتني بعد كده we هنقول we have احنا ايه لدينا a community garden حديقة مجتمعية in our فين بقى our neighborhood يعني في الحي بتاعنا. هنا بقول لك do you not studying English every day studying دي يا ولاد هتبقى ايه هتبقى study يعني هنشيل ال ing طب ليه عشان عندي do بيجي بعدها الفعل في المصدر. طيب بعد كده بقول عندي شيء بيقول لي meets always انا عندي ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي يعني هتبقى ايه هتبقى always meets. تعالى نكتب طبعا الحل ظهر قدامنا هنا طبعا دي جمله عاديه تبدا بحرف كابيتال عادي الام many volunteers كتير من المتطوعين work in the community garden نحط في الاخر نقطه لان دي جمله عاديه ولا مش سؤال ولا فيها اي حاجه. هنا بيقول لي اتكلمي عن ايميل جايب لي كده ايميل وبيقول لي اتكلمي عنه طبعا هو مجاب عنه يا ولاد في نهايه الكتاب وكمان انا سايبه لك كده لينك بيقول لك ازاي تكتب ايميل تحت في الوصف بص عليه هيفيدك جدا جدا. الايميل ده الموضوع بتاعه عن ايه يا اولاد ها تعالى كده نشوف
بيقول لك اكتب ايميل تو يور فريند نبيل، يبقى الايميل ده رايح لواحد اسمه نبيل عماد at gmail.com، دي هتبقى مكتوبة في تو. طيب اسمك ايه انت في الايميل؟ يور نيم از فارس، انت اسمك فارس يبقى فارس مان at gmail.com، دي هتبقى في فروم. طيب العنوان بقى about what you miss، ها what you miss in Egypt when you travel، ديت الايه السبجكت الموضوع، فهنكتبه فين الموضوع؟ هنكتبه هنا في السبجكت. هنبدأ طبعا يا ولاد طبعا بهاي، هاي مين؟ هاي اللي اسم الشخص اللي رايح له الايميل اللي هو نبيل، هاي نبيل، وابدا بقى اقول له هاو ار يو، كيف حالك، وفي الاخر بمضي بقى بايه باسم الشخص اللي بعت الايميل اللي هو مين، اللي هو فارس. ده بالنسبه يا ولاد، وشوفوا برضو وذاكروه في نهايه الكتاب. وصلنا للتيست الثاني، الاختبار الثاني على اليونت 1 برضو، على الوحده الاولى. اللي لسه ما شاركش في القناه يا ولاد، فعل زر الجرس ينزل يشترك حالا، وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد يا سنه سته. زي ما احنا متعودين عندنا ايه يا مس، عندنا الاول نص استماع، تعالى كده نقرا نص استماع عشان ما نضيعش وقت، وبعدين نحله واحنا ايه واحنا بنقراه. نص الاستماع بيقول لك a community garden اللي هي الحديقه المجتمعيه is a big green space، هي مكان ايه؟ a community garden is a big green space، هي مكان اخضر كبير. بعد كده بيقول لك ها the people، الناس who work there، الناس اللي بتعمل ايه هناك are all volunteers، كلهم ايه متطوعين، مش engineers مهندسين doctors دكاترة teachers مدرسين. بعد كده بنقول ها volunteers كلهم متطوعين from the neighborhood من الحي. The community garden helps clean the air in the city، بتساعدنا ان احنا ايه بتساعد ان الهواء يكون نظيف في المدينة، بتساعد على تنظيف الهواء، clean the air in the city. بعد كده بيقول لك which is good for people's health، وده كويس لصحة الناس. اخر حاجة خالص it's also a good place، هي مكان جيد to meet people، لمقابلة الناس and make friends، وايه وطبعا تكوين صداقات make friends. ده بالنسبة يا ولاد لنص الاستماع، ودي اول حاجة فيه. تعال بقى نبدأ نحل كده الاختياري بتاعنا ونشوف بيقول ايه. to get organic food، عشان تحصل على طعام عضوي، we use natural، المفروض نستخدم tools ادوات طبيعية، gardens حدائق، fertilizers اللي هي تربة او سماد طبيعي، volunteers متطوعين طبعا، fertilizers. Our apartment شقتنا is on the third، هي موجود في الثيرد ايه ثيرد فلور، الدور الثالث. ده دقيق، ودي فلاور زهرة وفليفر. بعد كده the railway line، الخط السكك الحديد، السكة الحديدية is a road، هو طريق، فور للترينز القطارات، اكيد مش كارز سيارات، بوتس قوارب، باصص اتوبيسات. نقط means to spend، ده معناه انك هتقضي time وقت، and relax together، وتسترخوا مع بعض اللي هو hang out اللي هو التسكع. هنقرأ القطعة دي يا ولاد ونختار من الكلمات اللي قدامك دي، طبعا الكلمات اللي قدامك دي وتعال نشوف. last year العام الماضي my uncle عمي traveled to New York، سافر لنيويورك. he had a new، هو لديه a new a a new apartment، شقة جديدة هناك. he told us، واخبرنا about his favorite place، عن مكان المفضل the high line، ده مكان المفضل. قالك the high line was a، ها ذا هاي لاين واز ايه، كان عباره عن ايه يا اولاد؟ كان عباره عن ريل واي، سكه حديديه، خط سكك حديديه. بات ان ذا 1980، في 1980 ترينز القطارات ستوبد يوزنج ات، توقفوا عن استخدامه. سام، وبدا يقول لي ايه سام لوكال نقط ديسايدد، ومين اللي قرروا يا اولاد؟ ها تعالى كده نشوف. وبعد كده اللي قرروا الريسيدنتس، المقيمين هناك قرروا، دي نمبر 3، قرروا بإيه to make the old railway، إن هم يحولوا الخط السكة الحديدية القديم ده into a big long park، لحديقة طويلة كبيرة. when people walk through، لما الناس تمشي هناك يا ولاد زي كان سي، يقدروا يشوفوا ال artworks الأعمال الفنية. watch theater performance، الأداء المسرحي، ها and eat delicious food، وأكل طعام لذيذ. تعالى يلا نكتبهم. الحل ظهر قدامنا يا سنة ستة، نقرأ القطعة اللي قدامنا ونبدأ نحل عليها الأسئلة. There is an organization called، في هناك منظمة بتدعى ميني فورست، الغابة الصغيرة، which plants فيها small صغيرة areas، فيها مناطق صغيرة of trees من الأشجار، in the middle of cities، في منتصف المدينة. These green areas، هذه المناطق الخضراء، help people، بتساعد الناس enjoy nature، يستمتعوا بالطبيعة. And they also help our wildlife، وتساعد كمان الحياة البرية. They never grow foreign،
مفيش هناك بلانتس بتنمو اي نباتات غريبه in the project في هذا المشروع، زي بلانت بيزرعوا تريز اشجار that grow naturally بتتزرع بشكل طبيعي in the area في المنطقه، زي كولكت بيجمعوا داتا معلومات from every forest من كل غابه to help بيساعدوها them understand عشان يفهموا the effects الاثار of the green space بتاعه المناطق الخضراء on everything لكل شيء. هنا سريعا كده جايب لك طبعا هو قطعه صغيره وجايب لك طبعا عليها حوالي 5 اسئله، تعال نحل ال5 اسئله دول ونشوفهم بيقولوا ايه. اول سؤال معانا يا اولاد بيقول لك ايه، بيقول لك صلوا على النبي كده وابداوا، ذا ميني فورست الغابه الصغيره عليه الصلاه والسلام، ها اورجانيزيشن بتنظم بلانتس النباتات سمول ارياز اللي هي فيها النباتات المنطقه الصغيره اوف تريز من الاشجار ان ذا ميدل اوف ها في منتصف سيتيز المدن، زي نيفر جرو مش بيزرعوا فورين اللي هو النباتات الغريبة in their project في مشروعهم. The main idea الفكرة الرئيسية of the text من النص is about عن الميني فورست الغابة الصغيرة. What is the mini forest؟ ايه هي الغابة الصغيرة؟ تعال اقولك، هي an organization هي منظمة called mini forest which plants حيث نباتات فيها small areas of trees in the كل دي معناها ايه؟ معناها الغابة الصغيرة. دي اجابة السؤال رقم ها 4. What why do they collect data ليه بيجمعوا المعلومات؟ تعال اقول لك بيجمعوا المعلومات ليه، اهو from every forest to help them عشان تساعدهم ها understand يفهموا the effect الاثار ها of the green space on every on everything on everything. دي اجابه السؤال number 5 اللي هو 5، هنكتبه هنا برضو يا سنه 6. بعد كده عندي طبعا زي ما احنا متعودين كده اللي ترتيب الجمل، how often do you go to school. بعد كده I miss انا بفتقد ايه بقى، our food الطعام بتاعنا so much كثيرا، we نحن work بنعمل in the فين يا ولاد الكوميونتي جاردن الحديقة المجتمعية. بعد كده عندي جملتين هصححهم، we work usually اللي احنا عندنا ال usually اللي هي ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأساسي فتبقى usually work، تعالى نكتبها. بعد كده the selfish giant العملاق الأناني don't لا هتبقى doesn't لأنها مفرد. بعد كده يا سنة الدبليو هنا هتبقى capital وفي الآخر نحط علامة استفهام لأن ده هي ولاد سؤال وحالة السؤال بنحط علامة استفهام. ركزوا معايا كده، بيقول الكلمة عن الميني فورست اورجانيزيشن مجاب عنه في نهاية الكتاب وسايبه لك تحت في الوصف ازاي تكتب باراجراف، حاول تبص عليه وحاول تبص على الباراجرافز اللي جاية في الوحدة، جايب لك كده كام باراجراف حاول تذاكرهم مهمين جدا جدا عشان تعرف تكتب باراجراف لما يجيلك في الامتحان اخر العام. طيب ركز معايا كده، وصلنا للتيست فور ازهر ستيونز بقى التدريبات بتاعت الازهر، تعال نعدل كده الصفحة. طبعا ظهرت قدامي بشكل سليم، بيقول لك read and complete the dialogue اقرا كده وكمل الدايلوج. علا بتكلم مين؟ علا بتكلم ريم، فبتقول لها what are you doing ريم، انت بتعملي ايه يا ريم؟ قالت لها I am not a blog post، يبقى انا ايه؟ I am reading، انا بقرا ايه؟ blog post. قالت لها what is it about، هو عن ايه؟ قالت لها it is about عن الميني فورست الغابه الصغيره، دي رقم 3. قالت لها what is mini forest، ايه هي الميني فورست دي؟ قالت لها it is an organization هي منظمة، جميل. قالت لها what does it do بتعمل ايه؟ قالت لها it plants هي بتزرع، دي نمبر 5. الايه ال small areas المناطق الصغيرة of trees من الاشجار in the middle of cities في المدن، تعالى نكتبهم. الحل ظهر قدامنا يا سنة 6. هنا بيقول لي سؤال جميل جدا، اختار كده الكلمة المختلفة وبدلها replace بدلها بالcorrect word الكلمة الصحيحة. عندي harvest حصاد، health صحة، produce ينتج، sell يبيع. طبعا هنختار health ونكتب فعل زي ايه؟ زي يحصد وينتج ويبيع، يبقى مثلا الفعل go، تعال نكتبه فعل go. تمام. بعد كده عندي onions اللي هو بصل، lettuce خس، market سوق، peppers فلفل. انا اختار طبعا الكلمة المختلفة
ونختار حاجة برضو بتتاكل، مثلا توميتوز طماطم. تعالى نكتب، ظهرت قدامنا الحل اهو، جو وتوميتوز. بعد كده عندي الفورين والاورجانيك واللوكال والروف. انا اخترت كلمة روف مختلفة، هي سطح، ونختار مكانها مثلا طول، طويل. بعد كده عندي فيلت، يشعر طول، دي يخبر، كفر، جرو، كلهم يا ولاد ايه، كلهم في الماضي. نخلي كفر دي وين، وينتر وورم وسبرينج وفول، كلهم فصول السنة. نختار دي ونكتب مثلا فصل الصيف سمر. بعد كده عندي اختيار زي ما انتم شايفين، تعالى يلا نختار الاجابات الصحيحة. We plant vegetables، احنا بنزرع خضروات and ايه on the roof، في السطح of our house، في المنزل بتاعنا طبعا. فروت، فواكه، خضروات وفواكه. After the vegetables، بعد الخضروات، grow، بتنمو. Farmers، الفلاحين، نقعد بتعمل فيهم ايه طبعا harvest، بيحصدوها. بعد ما بنزرع الخضروات بنحصدها. Plants، النباتات، are نقط for people's health، هي ايه لصحة الناس. They help clean the air، وكمان بتساعد على تنظيف الهواء. هنقول ان هي طبعا، ها ركزوا معايا كده، جود، جيدة. بيبرز، الفلفل، اونز، بصل، اند نوت، ار ديفرنت كانز، هي نوع يعني انواع مختلفة من الفيجيتابلز والخضروات، يبقى طبعا اللتس الخس. تعال نكمل. The boy، الولد، is not، he doesn't want to share his toys with his friends، مش عايز يشارك الألعاب بتاعته مع أصدقائه، يبقى هو selfish، أناني. دي حاجة وحشة جدا يا ولاد. نوها doesn't نقط تي فور بريكفاست، نقط نوها doesn't ايه، طالما عندي doesn't يبقى الفعل هيجي في المصدر، يبقى drink، مفهوش بقى اي كلام تاني، هيبقى drink على طول. How often نقط عالي، and عمر يبقى هتبقى do، طالما جمع. جميل. بعد كده زي نقط their grandparents twice a week، هيبقى زي ايه، هنقول they visit، هما زي بيجي معاها الفعل بدون اضافات. On Fridays، في ايام الجمعة، او سكول، المدرسة بتاعتنا بتكون ايه، هنقول is always closed، بتبقى دايما مقفولة يوم الجمعة. Verb to be بيجي قبل فعل، ظروف التكرار. How often does كريم نقط، عندي does، يبقى الفعل هيجي في المصدر من غير كلام، هيبقى help. جميل. بعد كده السؤال اللي بعد كده يا ولاد، ترتيب زي ما احنا متعودين، هنقول دنيا is never، دنيا is never late، ما بتتأخرش أبدا for school، على المدرسة. بعد كده does، هيبقى does your garden، هل حديقتك produce، بتنتج a lot of، الكثير من ال vegetables، الخضروات. بعد كده how often، كم عدد، ها how often do you go to، كم عدد المرات اللي بتروح فيها لل the dentist، دكتور السنان. بعد كده هبة، هنقول هبة مالها، always، دائما، hangs out، تتسكى مع، with her friends، مع أصدقائها، بيخرجوا دايما مع بعض. Our apartment، شقتنا، is، مالها، is ايه، is in the city center، يعني في منتصف المدينة. بعد كده يا ولاد عندي بيقول لي الكلمة عن the community gardens، الحدائق الايه المجتمعية، موجودة في الدرس الاول ومجاب عنها، ومجاب عنها برضه في نهاية الكتاب. احنا كده خلصنا التدريبات الخاصة بالوحدة الاولى للصف السادس ابتدائي 2025 ترم اول كتاب المعاصر. هنزل كمان كتاب الجيم الفيديو اللي بعد ده، الفيديو الجاي هنزل لكم الدرس الاول في الوحده الثانيه. تابعوني يا سنه سادس، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، كمان شاركوا الفيديو مع اصدقائكم عشان هم كمان يستفيدوا، حطوا لايك عشان ده يدعمنا ان احنا نكمل. بتمنى لكم التوفيق جميعا. هسيب لك في الوصف ازاي تكتب ايميل وازاي تكتب باراجراف وقائمه تشغيل الدروس السابقه كلها مشروحه ومحلوله، واللي هو الصف السادس الابتدائي. وكمان يا اولاد اي حد محتاج اي حاجه عن طريق صفحه الفيسبوك مس اسماء ياسر، بتمنى لكم التوفيق جميعا. كانت معاكم مس اسماء ياسر.